أول مناسبة تجي نجبد وخلي فين ترسي ترسي حاجة كيف هذه ما يتسكتش عليها. أول مناسبة تجي نجبد له نقول له الجاهل اللي عز عليك وما تخوش في خاطرك منه ها؟ أعفينا من هذه هدرة الانتخابات. ما أصدع ما هيش متاعنا ما يخرش علينا ما هيش في سبرنا وفي عوايدنا. تجنية هي تجنية هي تي أربع حيارة تي حتى اللي يغضب هكا ولا اللي عنطز ويعمل عيروت ما عنده وين يمشي. ما يلو كان عيد وطيه فرق لك صغير يكب على الكبير هكا نعرف واحد من اول الدنيا. هيا بوس عمك يزي بلاركاك. ولذلك انا اول ما تجي مناسبه نجبدها نقول له اعفينا من هذه هدره الانتخابات. وتشكون جاي سألك على حالك ولا قالك وينهم الانتخابات ولا فيس عنها راح على الانتخابات. وهم لا تعمل فيهم احنا وتشوت احنا اربع حيار عائلة واحدة يعني احنا اللي بكيوا عليه الناس عنا كلنا بين بعضنا توانسة مسلمين سنة عرب شنو اللي تعمل شكون ريد فينا البراني من الواه كراه تزمروا وتلفزة محلولة وهذاك يفرش في الاخر وهذاك ينومر في الاخر وزيدوني دقيقة تو نوريكم شنو نعمل فيه والاخر يقول لا. ايه دي اربعة من الناس احنا دي هي 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 كسيكسي بالفول في راس العام وعصيدة بالزقوق والمولد والعيد الكبير هذاك ما قال حد لحد يا عماري والزازار اذبحوا بالراحة لا الحق حتى الإذاعة مش مقصرة معنا كل عام هذيك الندابة مالا كبش يدور وقرون مالا كيفاش مالا الواه هذه هذه الانتخابات والاخر في التلفزة محلولة ينومر فيه ويقول له لا زيدوني دقيقة نوريكم مش نعمل فيه وكراه بتزمر وحالة وحالنا مكشوف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش مالا وهما مهم الأصل اللي سالونا مغير اش يقول لك هاوكا العرب عمرهم ما يتفاهموا ديما متناحرين بين بعضهم وهكا علاش عمرهم ما ينجم حيث هنا اول مناسبه تجي نجبد نقول له ما ثما باسم تونس ومستقبل تونس ومصير تونس وزيتون تونس والطرقات نتاع تونس ومهرجان البركوس نتاع تونس باش بدع تونس عافينا من هذه هدرة الانتخابات. هيا سيدي اختارنا من الفضايح هات ناخذ المسألة من الناحية الاقتصادية البحتة مو قلتوا لنا غلبوا العتق العلم انت ما لهات تناولوها من المسألة الاقتصادية البحتة لويت يا سيدي كل تبذيرك المصروف الزايد الغيرة باش تعلق الوراق في الشارع وهاو وصنادق وكتب ودهن وشقلالة جاوك شوية ذوك هذا مش صندوق ولا زرينة هذم آلاف المؤلفة من الصنادق أحسبهم أنت إذا كل صندوق يتكلف لك كذا مسامر وكذا دهن وكذا كوب وكذا مالا وكل ذرا شنو وكل قماش نكحل وكل مكاتب باش يحلهم هذوكم نار لحد ومالا كذا وكل غبابر مو باش تنفضهم مصلحة وغيره قماش نكحل دوروا العتفة تقول وقاوي الفلتر ماذا مساكن الجماعة جايينك من المتطوعين لا بسم الله على الأقل قوى فلتر ما قلناش كسكروت احنا كفتاجي ومصاريف قاعدة أخرى معنى هذيك عاد ما نتكلموش عليها والواش هذا يا ترى ها باش يجي هكا واحد معناها مسلم تونسي سني هكا يربع هكا خوه المسلم التونسي سني ها تلوى يا أخي تموعد سمي الفرادي من الأول أنت وقتاني معناها ولا من هذا كاو قايدة هكا صبحية فقهية بحيث كذا هاو من اليوم سمينا لكم مثلان وشكون باش يقول لا خذ الناس بوجوها
ما هو اخي لازم انت توا لازم اليوم انت مو مره عندي ومره عندك حيث انا لازم اول مناسبه انا تجيني نجبك نقول له يا اخي اكل اكل اربع صور دي من الحثيلم ولات لي نقضي بها مصلحه انا نعمل بها مشروع ها عيب كي نوفروا بعض التجهيزات الاساسيه لفلاذات اكبادنا نعملوا مشروع نعمل بهم يا اخي هو انا ما نعرفش اللي جوتين حمام اعمل بهم حمام ها علاش لا يا مليح حمام اقطعني من الحمام يقول لك ببرجوازيه وصابون وكذا ونظافه الحاليه الحمام نعمل بهم مشروع ما عملش يا رسول الله شبيه الناس تتفلق من قله الجبادات وتقول انتخابات عيب كي نوفروا بعض التجهيزات الترفيهيه التي طال زمان وقصر تعود بالنفع على المجموعه اللي على وسطها ها ما نخمو كان في كروشنا ما هو شويه قل ها الثقافه الروحيه عملا بحيث ولا اول مناسبه تجي نجبد قل له على الاقل انا نقول كلمتي نقول له مصلحه البلاد فوق كل اعتبار ونحرنا هذه الانتخابات ها تخاف لا يكعر كعراره يا سيدي خلي لهم ديمقراطيه ونحن الانتخابات انا غاد الديمقراطيه كل حد يتبع راسه اما هذه الانتخابات هي تتكلف غالي على الدوله وربي يهدي ولك حول